اصبر شوي عشان نصوره. يلا هذا المشروع أنا اشتغلت فيه بتنسيق مع جمعية برج اللقلق التعاونية ببناء 11 مجسما لأحد عشر معلما تاريخيا ودينيا في مدينة القدس، منها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وبعض وكنيسة القيامة ومدارس كالأشرفية والعمرية وأيضا حائط البراق وحي المغاربة بالإضافة إلى الكاردو. هذه المجسمات هي عبارة عن معرض متجول سيجول محافظات ومدن فلسطين لتعريف طلاب المدارس بهذه المعالم اللي نتيجة وجود الحواجز والجدار اللي ما بيستطيعوا الوصول إلى مدينة القدس لمشاهدتها ومعرفة معلومات عن هذه الأماكن. التكنولوجية للقدس ونضع الإبداع المقدسي في مكانه. فإحنا قبل ما نحكي أكثر عن الموضوع يمكن مهم كنيسة القيامة. هذا المجسم بنأكد لكم انه ولا مره كنيسة القيامة. مشروع حجر اللوجة هو فكرة مقدسية خرجت عن مجموعة من الشباب المقدسي بتنفيذ جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع النيزك وإشراف مؤسسة التعاون وتمويل الصندوق العربي. هذا المشروع الهدف منه هو تعزيز حب والانتماء لمدينة القدس، نقل مدينة القدس بمعالمها التاريخية وبالرواية الفلسطينية للأطفال والشباب في المدن الفلسطينية المختلفة. هذا المعرض راح يجول المدن الفلسطينية مثل الخليل ونابلس وأيضا العواصم العربية بداية في مدينة عمان. الهدف منه كمان مرة نبقي مدينة القدس في قلب ووجدان الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في الرواية العربية الفلسطينية. إقامة الزوار والسكان. الخان حاليا يضم مكاتب لدائرة الأوقاف. عالي وهي بالأحرى مجمع معماري كبير يضم مجموعة كبيرة من الكنائس. سلطان سليمان القانوني. ويوجد لقبة الصخرة 4 أبواب رئيسية